ألف ب اختيار غلط. ليه بقى؟ ما هو ده شخص متجوز، طب انت حبيتيه، طب انت دخلتي نفسك في دايرة مش عارفة تطلعي منها. فعشان كده بقول لكل بنت بلاش تندفعي في مشاعرك، وركزي في الاختيارات في الأول، لأن في أمور بتبقى واضحة نهايتها واضحة، عشان بس نبقى فاهمين. طيب لو ده، لو الاختيار هيبقى سيء لو الحد ده ليه تجربة وموجودة بالفعل مش منتهية. طب لو الشخص ده مالوش صاحب تجربة، والأم دي والأب دول بيقولوا هتطلقي، الشخص ده هتطلقي منه مش مسؤول، هي ازاي نسمعها؟ بص اول حاجه، هو المواضيع ما بتجيش بالعصبيه وبتيجي بالخلاف من الاهل، يعني ان انا مش هحبسها في اوضه واضربها واهينها والكلام ده. ما بيجيبش ده انا خالص. لازم اقعد مع البنت ولازم افهمها، لان في اللحظه دي بتبقى في لحظه غيبوبه عاطفيه، هي مش مدركه، هي الله، مش مدركه. غيبوبة اه عاطفية. طبعا غيبوبه، الشخص التاني مقصر وحاطط ايده على نقط الضعف. على فكره عارفه انت زي السحر كده، هو مسيطر مش مديها فرصه اصلا ان هي تفكر. وفي حاجات انا دايما بقولها للناس في اختيار فتره الخطوبه، اتعملت عشان ننقي صح. طيب يعني ايه بقى؟ لما نختار يعني نعرف ان قصه الحب دي تنفع ولا ما تنفعش. لما حد يدخل حياتك ويبعدك عن كل الناس يبقى دي قصه حب فاشله. لما حد يدخل حياتك ويسلب شخصيتك ورايك وروحك يبقى دي قصة حب فاشلة. لما حد يدخل حياتك يسيطر عليك ويحولك لآلة في حياته يبقى دي قصة حب فاشلة. لما حد يدخل حياتك ويمارس عليك النرجسية والأنانية ويكون هو صاحب الرأي والمشورة والتحكم يبقى دي قصة حب فاشلة. لما حد يدخل حياتك ويخليك مجرد حاجة مش موجودة في الدنيا، ويخليك ان انت خلاص ما بقاش ليك صحاب، علاقتك مع اهلك مش كويسة، علاقتك مع كل الناس انسحبت، او بمعنى تاني ان هو بيفرض اوامره وتعليماته، نكلم ده ما تكلمش ده، تمشي من هنا ما تمشيش من هنا، ده مش حب. عشان بس بقى، اصل حد يقول لك ايه، اصل هو بيحبني ومثلا وبيغير عليا. في فرق ما بين ان انا بحب وبغير، وفي فرق ان انا بتسلط وبمارس نرجسيتي على الشخص اللي موجود في حياتي. يعني لما يسحبك من الناس ويشيل الناس من حواليك ده مش حب. اه ممكن يبعد الناس الوحشة بس الناس كلها ده مش حب. دايما بيبعدك عن شغل، بيبعدك عن طموح، بيبعدك عن أحلام، ده مش حب. في ساعات بعض الزوجات بتبقى عايزة جوزها ليها هو بس، هي بس، تاخده من بيته من أمه من أبوه من إخواته على حس إنها بتحبه جدا. بس ده غلط. اصل احنا، اصل الارتباط ده عباره عن اسره بتندمج في اسره. انا مش داخل الاسره دي عشان اخد طرف واجري، لا، ده الطرف ده ليه اهل وقرايب واخوات. يا اما اعمل بالانس وافهم ان انا داخل بندمج في اسره جديده. ما هو ده اللي بيعمل الطلاق، بيوصل للطلاق على فكره، ان انا بخطف شخص من اسره وبقول له مالكش دعوه بالناس دي وباخده في الحياه عندي برافو وابدا انا عليك يا اتحكم. دكتور. لكن القصه كلها ان في حاجه اسمها الخصوصيه، كل طرف في الحياة شريك حياة ليه خصوصية. ده في ناس ما لو هي لو هو بيكلم والدته يعني ممكن ياخد تليفونه ويبعد، غلط، ده غلط، هو مش عايزها تسمع. لا ما ينفعش. أنا كل واحد موجود في البيت أهله ليهم عليه حق، شغله ليه عليه حق، حاجات كتير. لكن لما أتمنع من ممارسة حقوقي أو خصوصيتي أو أتمنع من حاجات كتير، ده مش اسمه جواز، ده اسمه ان انت بتخنق على حد وبتطلعه وبتخليه يكره اصلا اليوم اللي اتجوز فيه، وده اللي بيوصل الموضوع للطلاق. ما انا يا جماعه احنا الناس، في ناس كتير فاهمه الحب غلط. هو انا الحب ده ان انا مش اشتريت شخص، انا مش بشتري شخص، الحب ده ان انا اخترت شخص. في ناس بيعتقدوا ان الحب ده ان انا اشتريت البني ادم ده، اقول له اقعد هنا اقعد هنا، ما تتحركش يمين ما تروحش شمال ما تاكلش من، لا يا جماعه الدنيا ابسط من كده. الحب ده ان انا اريح الطرف اللي معايا، ان الطرف اللي معايا يبقى قاعد جنبي واثق جدا، ان هو بيتعامل بشفافيه وعفويه جدا، ان انا مديله مساحه بقول له احكي وقول كل اللي جواك، اوعى تخاف مني وانا مش هفهم حاجه غلط طالما انت ما بتعملش حاجه غلط. لكن شغل الضغط والتوتر ده هيخلي الناس اصلا في ما تقولش اصلا حاجه.
سواء راجل او سواء ست، هيبقى قاعد، عارفه انت كده، حد لما يكون قاعد مخنوق مضغوط مجبور متقدر، ده مش جواز. ما هو عشان كده قصص الحب او العلاقات الزوجيه بتنتهي في ثانيه. ليه بقى؟ ما اصل احنا شركاء حياه، احنا مثلا مش رايحين نشتري حاجه وماشيين بعد 5 دقايق او الحاجه دي مش عجبتني فراح رجعها. صح. لا، صح. ده شريك حياه. صح. يعني الشخص ده لازم كمل يتقبلني معاك. ولازم اتقبله، لازم اريحه وهو لازم يريحني، لازم افهمه وهو لازم يفهمني، لازم اقرب منه بلطف ولين وموده، ولازم نفسه هو قصه. لكن ايه مشكله الناس ان انا فاكر ان حد لما بيرتبط بحد ان انا اشتريته استعبدته. ما ينفعش. هاخدك وادخل في موضوع شائك حبتين.